أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا جويل رايبورن يزور العاصمة التركية أنقرة ويناقش مع المتحدث باسم رئاسة التركية إبراهيم جلن عدة قضايا أهمها الوضع في إدلب واللجنة الدستورية السورية واللاجئين السوريين. الجيش التركي يسير دورية منفردة على طريق حلب اللاذقية الدولي مع غياب تام للمشاركة الروسية منذ أكثر من 3 أشهر. المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز التابعة لنظام زياد هزاع يقول إن رداءة الخبز في المخابز الخاصة أسهمت بزيادة الازدحام على الأفران العامة ذات الجودة المميزة بحسب صحيفة الوطن الموالية. هيئة الإغاثة التركية إيهاها تعلن توزيع 470 طنا من الخضار والفواكه في منطقتي إدلب وعفرين شمال غرب سوريا. الدفاع المدني السوري يقول إن فرقه نقلت جثامين 11 شخصا من المشافي الخاصة كانوا مصابين بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية. مجلة فوربس الأمريكية صنفت الشاب السوري عبادة الصباغ ضمن قائمة العلماء لعام 2021 تحت سن 30 عاما، ورشحت المجلة الصباغ بسبب اختصاصه العلمي في أطروحة الدكتوراه التي تتحدث عن كيفية معالجة الدماغ للمعلومات عن طريق العين.